لن تصدق، أرسل زوجته للعمرة، وعندما رجعت من الحرم المكي كانت المفاجأة. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك زوج قد تزوج من إحدى الفتيات الصالحات التي كانت دائما تقوم بالصوم والصلاة كل فرض بفرضه، وكانت تساعد زوجها كثيرا إذا أهمل بسبب ضغط العمل، ولكنها كانت تحاول جاهدة بأن يكون هذا المنزل لله تعالى فقط، ولا يدخله أي شيطان من الشياطين الذين يدمرون المنازل ويدمرون العلاقات الزوجية والأسرية. وفي إحدى الأيام جاء الزوج وقال لزوجته: إن استخرت الله تعالى في صلاتي على أن أقوم بإرسالك لأداء العمرة. ففرحت الزوجة جدا لأن زوجها اهتم بها دون أن تطلب بأن تزور بيت الله الحرام، فقالت له: تعالى معي هذه العمرة. فقال لها: سوف أجمع بعض الأموال للعام التالي حتى نذهب سويا، ولكن ليس لأداء العمرة، ولكن نذهب لأداء مناسك الحج مباشرة. فكانت الفرحة مضاعفة بعد سماعها حديث زوجها، وأمسكت يده وقبلتها على حنانه واعتنائه بها. وبالفعل جاء موعد السفر، فقام زوجها بتوديعها في المطار وهو يصلي ويدعي لها بأن تصل في سلامة الله وأمنه، وكانت أعينهما تمتلئ بالدموع من ذلك الموقف. ثم تماسك الزوج وقال لها: عليك أن تذهب الآن حتى لا تقلع الطائرة بدونك، ومن ثم تفقدي زيارة بيت الله الحرام. فأسرعت الزوجة نحو الطائرة حيث قامت بالركوب، ثم أقلعت الطائرة في موعدها. وبالفعل وصلت الزوجة إلى بيت الله الحرام، وقامت بالاتصال بزوجها حتى تعلمه بأنها قد وصلت بسلامة الله تعالى، وأنها بالفعل بدأت في أداء مناسك العمرة. ففرح زوجها وقام بالدعاء إليها حتى تعود بسلامة الله وحمده. وبالفعل انتهت الزوجة من مناسك العمرة ومن زيارة بيت الله الحرام، وجاءت حتى تعود من بلدها وإلى منزلها مرة أخرى، ولكنهم بسبب ظروف معينة قامت شركة الطيران بتغيير موعد الطائرة، ولكن الزوجة رفضت بأن تقول لزوجها حتى تفعل له مفاجأة عند وصولها بدون علمه. وبالفعل سافرت الزوجة ورجعت إلى منزلها بدون علم زوجها حتى تحدث له مفاجأة، وقامت بفتح باب المنزل دون أن يشعر بها زوجها، ثم دخلت حتى تبحث عنه في المنزل فلم تجده، ولم يتبقى سوى غرفة نومه، فاتجهت نحوها وقامت بفتح باب الغرفة بشكل هادئ جدا حتى تشاهد الفاجعة الكبرى الغير متوقعة على الإطلاق، وهي أن زوجها يفعل الحرام مع فتاة أخرى على فراش الزوجية. فكادت الزوجة أن يجن جنون عمرها، كيف زوجها يفعل ذلك؟ هل هي في حلم أم في علم؟ فلن تصدق ما شاهدته، فتراجعت إلى الخلف وجلست خارج الغرفة حتى تفوق من هذه الصدمة. وبعد عدة دقائق خرج زوجها من غرفة نومه ومعه هذه الفتاة، وهو عاري تماما من ملابسه، والفتاة الذي معه كذلك الأمر. فتفاجأ الزوج بزوجته وهي جالسة خارج الغرفة، فكانت صدمة أيضا للزوج الذي لم يتحمل بأن زوجته تشاهده هكذا، فوقع على الأرض مغشيا عليه. وعند وصوله إلى المستشفى كانت قد انتهت حياته وقابل الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من كل ما حدث إلا أن زوجته حزنت عليه وعلى وفاته قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تريد أن تفضح زوجها، بل كانت تدعي له بأن الله تعالى يسامحه على ما فعله، وكانت تسأل الشيوخ هل يجوز أن تكفر عن ذنب زوجها بعد مماته، وذلك لأنها كانت تحبه وهي تعلم أن الشيطان هو من دفعه إلى هذا الذنب وإلى تلك المعصية. فكانت تريد أن تقدم توبة نصوحة إلى الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث. فلذلك علينا أن نأخذ حذرنا بما يكفي، لأننا لا نعلم الساعة التي نقابل فيها الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكون دائما مستعدين لمقابلة الله عز وجل في أي وقت حتى يكون مأوانا الجنة. شاهد: ماذا فعل هذا الشاب مع ابنة خالته وهي تقوم بالصلاة؟
ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل50,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق؟ أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شاباً يعيش مع والديه في منزل واحد، حيث أنه كان وحيداً لوالديه، ولذلك كان مدلل عندهم إلى أقصى درجة ممكنة، فكان كل شيء مجاب له مهما كان هذا الشيء، فكان والده يحبه جداً ولم يبخل عليه بأي شيء، وحتى وإن كان هذا الشيء فوق استطاعته، فكان يفعل أي شيء حتى ينفذ طلبات ابنه، ولكن هذا في بعض الأحيان لم يكن مطلوباً على الإطلاق. فمن الممكن أن ينقلب هذا الحب والاهتمام الزائد إلى حب أعمى مثل ما يقول، فيكون تدمير للأبناء وليس إصلاحاً لهم، وهو ما حدث مع هذا الشاب. فالحب والاهتمام الزائد عن حده انقلب ضده، وبدأ ابنه يهمل الدراسة، وبدلاً من أن يهتم بمستقبله بدأ يهتم بأشياء أخرى تغضب الله سبحانه وتعالى، حتى وصل به الأمر أن يفعل الحرام مع الفتيات الذي لعنهم الله تعالى، وكل هذا ولم يعلم والده شيئا عن جميع أفعاله. وكان يذهب إلى منزل خالته يجلس هناك بعض الوقت مع خالته ومع ابنة خالته، حيث كان زوج خالته يعمل في إحدى الدول الأوروبية، ولم يكن موجود في ذلك الوقت، ومن كثرة الشرب والإدمان الذي كان يشربه فبدأ ينظر إلى ابنة خالته نظرة شريرة، مثل النظرات التي ينظرها إلى الفتيات الذي يفعل الحرام معهما. فحاول أن يقترب من ابنة خالته، ولكنه تفاجأ برد فعلها، حيث قامت بضربه وطرده من المنزل. وليس هذا فقط، بل قامت بتهديده إن فعل هذا مرة أخرى فسوف تقوم بفضحه أمام الجميع. ولكن الشاب اغتاظ جدا لدرجة أنه قرر بأن ينتقم منها على ما فعلته معه، وبالفعل ظل يفكر ماذا يفعل، حتى جاءته فكرة شيطانية بأن يعود إلى منزل خالته في نفس اليوم ولكن متأخرا في وقت الفجر، ويدخل غرفة ابنة خالته ويقوم بخطفها، ثم يفعل الحرام معها، ثم يتركها مثل باقي الفتيات، وبذلك يكون قد انتقم منها وأخذ حقه منها. وبالفعل قام بالتسلل إلى منزل خالته، وقام بالدخول إلى المنزل دون أن يشعر به أحدا، ثم دخل إلى غرفة نوم ابنة خالته حتى يقوم بخطفها. وعندما دخل إلى الغرفة سمع أذان الفجر يرن في أذنيه، وكأنه يقول له ارجع إلى الله قبل فوات الأوان. وليس ذلك فقط، بل كانت ابنة خالته ساجدة وهي تقوم بالصلاة، وسمعها وهي تتحدث مع الله بأن يسامحها على ما فعلته معه اليوم من ضربه وطرده من داخل المنزل.